مساء الخير يا دكاترة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن كومبوزيت، هناخد الكومبوزيت كويتشنز. انتوا خدتوا في المحاضرة معظم الحاجات، في حاجات بس بسيطة هي اللي هنذكرها، وبعد كده هنخش على الأسئلة إن شاء الله. خدنا في الترم الأول الأدهيجن، وعرفنا إن الكومبوزيت الأدهيجن ميكانيزم بتاعته اللي هي البوند ستراكتشر عندي بالمايكرو ميكانيكال، وده بيتم عن طريق الاسيد اتشنج تكنيك، وبعد كده بضيف البوندنج ايجنت، وبعد كده بنضيف الكومبوزيت ريستوريشن بتاعي. وعرفنا ان كلمة كومبوزيت معناها ميكتشر من تو ماتيريالز. انا عندي هنا كومبوزيت ريستوريشن عبارة عن ميكتشر من كذا حاجة، منها الماتريكس وال الفيلرز والانهبيتورز والبلاستيزرز والبيجمنتس والكابلينج ايجنت. طيب، واحنا عارفين كمان ان الكومبوزيت بيتقسم عندي على حسب، او الكلاسيفيكيشن بتاعته على حسب نوع الفيلرز بتاعته، سواء كانت هي ماكرو فيلر او مايكرو فاين او هايبريد اللي هي بتبقى عبارة عن مايكرو وماكرو الاتنين مع بعض. وبعد كده دخلنا بقى في الكاتيجوريز الحديثة دلوقتي اللي هي النانو فيلد كومبوزيت والنانو هايبريد والمايكرو هايبريد. طيب، الكومبوزيت ممكن استخدمه كدايركت اند اندايركت ريستوريشن في كذا حاجة هنذكرهم النهاردة ان شاء الله. كدايركت ريستوريشن او اندايركت، سواء كان اللي اونلي او فينيرز، او ممكن نستخدمه كدايركت ريستوريشن برضو فينيرز كلاس 2 وكلاس 1 وكلاس 4 وكلاس 5 وكلاس 3. ونوع الكومبوزيت بيختلف على حسب الابليكيشن بتاعته. كمان نوع الكومبوزيت بيختلف عندي على حسب الميثود اوف اكتيفيشن، سواء كان كيميكالي كيور او لايك كيور او ديوال كيور. طيب، احنا اول حاجة دلوقتي هناخدها هي ازاي ان انا بعمل الابليكيشن بتاعت الكمبوزيت ريستوريشن. ناخد حاجة حاجة. اول حاجة في الابليكيشن بتاعتي في الكمبوزيت ريستوريشن، اول حاجة عامة بنعمل ايزوليشن علشان الكومبوزيت ريستوريشن بتاعتي سنسيتيف للمويستشر، وهي تكنيك سنسيتيف. لو اي مويستشر او اي كونتامينيشن حصل ديورنج البوندنج للكومبوزيت ريستوريشن، ده هيعمل لي طبعا زي ما احنا عارفين ليكج، وهيأثر لي على اللونجيفيتي بتاعت الريستوريشن بتاعتي. اول حاجه بعد ما نعمل الايزوليشن احنا هنشوف التكنيك اللي انا بستخدمه في الاسيد اتشنج. هل انا بستخدم سيلف اتش، ولا انا بستخدم توتال اتش، ولا انا بستخدم سيلكتيف اتشنج وزائد اليونيفرسال اتش، على حسب التكنيك اللي احنا بنستخدمه. احنا هنتكلم على دلوقتي على الستاندرد تكنيك. الجولد ستاندرد تكنيك عندي هو التوتال اتش. بس بنعمله ازاي؟ بنعمل اول حاجه ابلكيشن للاتش عندي على الانامل لمده 15 ثانيه. بعد ال 15 ثانيه دي بنعمل اتشنج على الدنتين من غير ما نشيل بتاع الانامل خالص، ونعمل اتشنج للدنتين لمده 15 ثانيه. فكده الاتش او الاسيد اتشنج وقف على الانامل 30 ثانيه وعلى الدنتين 15 ثانيه. بعد كده بنعمل كولنت ورينزنج لمده 30 ثانيه، 15 ل 30 ثانيه، وبيبقى كوبيس ووتر. يعني انا مش بنعمل حاجه بسيطه كده، لا، لازم اعمل رينزنج ورينزنج كويس جدا 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 علشان اتاكد ان الاسيد ده كله راح وما يعمليش سنسيتيفيتي جامده في الدنتي. فشلنا الاسيد، بنعمل دراينج كويس ونتاكد ان احنا ما نعملش اوفر دراينج، لان ده بيأثر على الكولابسنج بتاعت الكولاجين فايبرز. بعد كده بنعمل ابلكيشن للبوندنج ايجنت. واحنا بنعمل ابلكيشن للبوندنج ايجنت بتعمل بتو كوتس، ونعمل لها اجيتيشن كويس قوي. بعد كده بنعمل لها ثيننج بالاير او بلوينج للاير علشان اقدر اعمل لها ثيننج ويبقى عندي ثين ادهيسيف لاير.
بعد كده بنعمل لها لايت كيورنج، وبعد كده بنحط الابليكيشن بتاع الكومبوزيت ريستوريشن بتاعتنا، ونعمل لها الابليكيشن بتاع الكومبوزيت ريستوريشن بتبقى ابلايد انكريمنت باي انكريمنت عشان تو انشور الاديكوانت كيور فور ايتش لير. تاني حاجة علشان أقلل بقدر الإمكان البوليمرايزيشن شرينكج والبوليمرايزيشن ستريسز، لأن كل لاير في الحالة دي أكوموديت أو إن هي بتبقى كومبنسيت للشرينكج اللي حصل في اللي قبلها. طيب تعالوا بقى ناخد الستبس واحدة واحدة. أول حاجة هنا بيعمل حاجة اسمها ساند بلاستنج، وبعد كده ساند بلاستنج دي زي كأنها كليننج للتوث سيرفيسز، يعني عشان تعمل لي شوية irregularities في التوث سيرفيسز وتزود لي الميكانيكال انترلوكينج. بعد كده هو هنا اختار ان هو هيعمل سيلكتيف اتشنج تكنيك، ان انا بعمل بس اتشنج لي على الانامل، والدنتين انا بحط بوند ريستوريشن فيها سيلف اتش بوند او يونيفرسال بوند. بعد كده بعمل ثيننج للبوندنج ايجنت، وبعد كده بنعمل لايت كيورنج، وبعد كده بنعمل ابلكيشن للكومبوزيت ريستوريشن. وقلنا لير باي لير، هنا عندي كومبوزيت ريستوريشن كانت ان دايركت ريستوريشن، فحطينا اول حاجه الكومبوزيت سيمنتس، ولما نيجي في السيمنتس ان شاء الله تعرف ان في كومبوزيت منه سيمنتس، فعلشان اقدر اعمل فيها سيمنتيشن للاندايركت ريستوريشن بتاعتي بنعملها لايك كيورنج كويس جدا، وبعد كده بنعملها فينيشنج وبولش. نيجي بقى نشوف الفيديو هنا برضو. هنا كلاس 2 ريستوريشن، هنعرف كل كلاس انا ممكن استخدم فيها انهي نوع من الكومبوزيت ريستوريشن. كلاس 2 ريستوريشن علشان اقدر اعمل لها ريستوريشن بستخدم ماتريكس سيستم ودي رينج ويدج، الحاجات دي كلها تعرفوها في الابرتيم ان شاء الله السنه الجايه. بعد كده هو هنا برضو هيختار ان هو اول حاجه هيعمل اتشنج للانامل زي ما احنا ما قلنا لمده 15 ثانيه. طيب بنستنى قد ايه؟ طب ليه لمدة 15 ثانية؟ لأن ال وليه اللي هنا أول حاجة احنا بنعمل اتشنج ولمدة 15 ثانية، وبعد كده بنعمل بوندنج على طول للإنامل والدنتين مع بعض الاتنين مع بعض. هنعرف كل ده دلوقتي في الأسئلة بإذن الله. ممكن أعمل لايك كيورنج واتاكد ان اللايك كيور بتاعي او اللايك كيور سيستم بتاعي الانجيوليشن بتاعته اوفر او بريبنديكولر على السيرفيس اللي هو تو بي كيورد، ولازم كمان نتاكد ان هو دايركت لايت. زي ما قلت هنا بنعمل layer by layer. أول حاجة هو بيقفل ال proximal area وبيحولها من class 2 ل class 1 restoration، وبعد ما بيحولها ل class من class 2 ل class 1 يبدأ يعمل لي ال class 1 بقى layer by layer بال oblique technique. هو هنا بيبقى build قصب by قصب، وبيلدينج للقصبات دي بيدنتين شيد يعني لون غامق شويه، وبعد كده بيعمل لي بيلدينج للانامل شيد بس، ونعمل ابلكيشن كويس. وبعد كده هو احنا هنا بنعمل الابلكيشن بتاعنا بايه؟ بتاع الكومبوزيت بنعملها بالجولد بليتد انسترومنت او جولد بليتد بلاستيك انسترومنت. هي بتبقى عبارة عن انسترومنت معدن بتبقى جولد بليتد علشان الكومبوزيت ستيكي، فلازم تبقى جولد بليتد علشان ما يلزقش فيها
الكومبوزيت. بعد كده بقى بنشيل الايزوليشن بتاعنا، احنا لازم نعمل ايزوليشن كويس جدا 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 للكومبوزيت، لان هو زي ما احنا ما قلنا هو تكنيك سنسيتيف. اي كونتامينيشن للمويستشر هتعملي هتأثري على البوندنج افيشنسي. دي الجولد بليتد انسترومنت او جولد كوتد بلاستيك انسترومنت. كلمه بلاستيك هنا معناها تجميلي، لان هي دي حشوه تجميليه او استاتيك ريستوريشن. بعد كده احنا عارفين الكلاسيفيكيشن بتاع الكومبوزيت. احنا زي ما احنا ما قلنا هنقسمها عندي لفاين على حسب البارتيكل سايز اند شيب، لفاين ومايكرو فاين وهايبريد، وبعد كده النانو فيلد بقى والمايكرو هايبرد والنانو هايبرد. ممكن اقسمها على الميثود اوف اكتيفيشن، هي بتبقى البوليمرايزيشن بتاعتي بتبقى اكتيفيتد باي يا اما كيميكال كيور لايك كيور او ديوال كيور هناخدهم دلوقتي، الانسرشن بتاعي يا اما دايركت يا اما اندايركت البوليمرايزيشن رياكشن، يا اما فري راديكال يا اما رينج اوبننج. في كلاسيفيكيشن تانية على حسب الفيسكوسيتي، ممكن نستخدمه كفلويبل كومبوزيت او ريجولار فيسكوسيتي او باكابل فيسكوسيتي. وفي كلاسيفيكيشن كمان على حسب الابلكيشن، هو ممكن استخدمه ك دايركت زي ما احنا قلنا او اندايركت ريستريشن انتيرير وبوستيرير، ممكن استخدمه ككوربلد اب ماتيريال، والفلويد بيستخدم كلاينر وبيز، وممكن استخدمه كلوتينج سيمنتس وبوندينج سيمنتس، وممكن استخدمه ك ريستوريشن وفاينل ريستوريشن. طيب احنا بقى هناخد دلوقتي الاكتيفيشن والانشيشن الانشيتور اكتيفيشن سيستم. دي الجزء اللي احنا هنشرحه النهارده في السكشن. الجزء ده مبني على ان الكيميكال كيو كومبوزيت بيبقى عباره عن تو بيست، ما بيجيش وان بيست، لا بيبقى عباره عن تو بيست. الاثنين تو بيست دولت، واحد بيز واحد كاتاليست، الاثنين لما بيتخلط ويعملوا ميكسينج مع بعضيهم بيتحولوا عندي الاي، وبيحولوا عندي ل بيحصل لهم اكتيفيشن. والانيشيتور بتاعي اللي موجود عندي بتبقى البنزو والبروكسيد، والاكتيفيتور هو التيرشري امين. طيب النوع الثاني عندي هو اللايت اكتيفيشن، وده بيجي لي في وان بيست، والانيشيتور هنا الكامفور كينون، والكو انيشيتور هو الامين. طيب اللايت اكتيفيشن ده انا كنت بعمله لايت عن طريق ايه؟ يا اما عن طريق حاجه اسمها الكوارتز تنجستون هالوجين يونت، ودي كان بيبقى شكلها زي الصوره دي، بس هي مش زي الصوره دي قوي. اللايت اكتيفيشن اللي هو الوان بيست، الوان بيست ده زي ما احنا ما قلنا الانيشيتور بتاعه هو الكامفر كينون والترشاي امين، بيجي لي بشكل وان بيست كده وانا بعمل له اكتيفيشن باللايت. اليونت او الكيورنج يونتس او الكيورنج ديفايسز بتاعتي كانت اول حاجه كنا بنستخدمها هو اليو في. اليو في ده اللي هو الاشعه الفوق البنفسجيه، فكانت مضره جدا جدا وما كملتش عندي 5 سنين وما استخدمناهاش تاني. ليه بقى؟ لان الالترا فايلوت كان عندها ليميتد ديبث اوف كيور، وكان عندها كمان هارمفول افكت على السكن والاي، ما كملتش عندي اكتر من 5 سنين. بعد كده ظهر عندي حاجه اسمها الكوارتز هالوجين او الكوارتز تنجستون هالوجين. الكوارتز تنجستون هالوجين كان بيديني برود سبيكترم من اللايت، كان بيديني برود سبيكترم من اللايت، فكنت بحتاج ليه فلتر فلتريشن عشان اخد منه سبيكترم معين من اللايت، والسبيكترم المعين ده من اللايت هو كومبارابل مع الكامفور كينون والامين. فالفلتريشن ده كان ليه عمره محدد، وكان كل شوية بحتاج ان انا اغيره. طيب تاني حاجة ان هو كان بيحصل له heat generation نتيجة البرود سبيكترم من اللايت ده، انه كان بيطلع لي كمان انفراريد، فكمان ده بيخلي لي ان انا عندي heat generation، فبالتالي كان بيحتاج فان او مروحة، والمروحة هنا كانت برضو
بتبقى ليها نويزي ساوند، وكمان هو زي ما احنا قلنا ان هو شورت شيلف لايف، لان التنجستون فيلامنتس المصنوعه منه دي كان برضو ليها عمر محدد، وبيحصل لها برضو ان انا لازم اغيرها، فكان لازم كل شويه ان انا اتاكد من الافشنسي بتاعه اللايت كل شويه لما استخدم الكوارتز تنجستون هالوجين. بعد كده ظهر عندي البلازما، والبلازما ما مش مختلف كبير قوي عن الكوارتز تنجستون هالوجين، برضو كان بيحصل له هيت جنريشن وكان بيحتاج كولنت سيستم. بعد كده ظهر عندي الليزر، والليزر الارجون ليزر كان اكسبنسيف، وكان مشكلته ان انا ما بقدرش استخدمه غير مع الكامفر كينون بس، لانه اديني سبيسيفيك ويف لينث زي ما اي ليزر بيديني سبيسيفيك ويف لينث. بعد كده ظهر عندنا بقى اللي هو احنا بنستخدمه دلوقتي، هو الليد لايت اميتنج دايود بلو لايت او بلو فيزيبل لايت، هو ده اللي احنا بنستخدمه دلوقتي، وهو ده اللي احنا الثيرد جنريشن بتاعته واللي احنا بنستخدمها، المبنيه على ان اللايت انتنسيتي بتاعته ما بتتاثرش، على عكس الكوارتز مثلا اللايت انتنسيتي هو والبلازما كانت بتتاثر. بيقدر يعمل لي ديبث اوف كيور كويس، مش هارمفول، وكل الحاجات ديتي انا تلاشيتها في الايه في اللايت اميتنج دايود. طيب ده بالنسبة لللايت اكتيفيشن. تاني حاجة بقى عندي هي الديوال اكتيفيشن. الديوال اكتيفيشن ده يا دكاترة بيبقى عبارة عن حاجتين مع بعض، لايت وايه وكيميكال او سيلف كيور. اللايت انا بستخدمه اول حاجه ليه، انا بستخدمه للكور بيلد اب ماتيريال. الكور بيلد اب ماتيريال دي هي ان بعد ما خلصت حشوه العصب بروح ابني السنه كلها، بقى بقيه السنه كلها ببنيها بايه، بس ببنيها بفيلنج او بكور بيلد اب ماتيريال من اسمها. انا ما عنديش ستراكشر للتوث، فببنيها من اسمها كده كور بيلد اب ماتيريال، ببني السنه من اولها لاخرها بالماتيريال دي، علشان هي بتدخل في جزء في دبس كبير قوي قوي قوي، فاللايت ما كانش بيقدر يختار كل الدبس ده او كل الدبس ده بيوصل له لايت، فبالتالي كان لازم ان احنا نعمل ايه، نعمل حاجه ديوال كيور، ان انا ممكن اعمل لها اكتيفيشن باللايت وبعد كده هي تكمل مع نفسها سيلف كيورنج وتكمل البرميزيشن بتاعتها. ليه؟ لان اللايت او البنتريشن بتاع اللايت او الديبث اوف بيور ان هو يقدر يوصل للعمق ده كله، ده في توث ستراكشر عندي، فكان ده كبير جدا، ممكن نوصل لجزء من الروت كمان، فده كان كبير جدا ان اللايت او ان اللايت اكتيفيشن او الوان بيست سيستم ما كانش هينفع معاها، لانه ما كانش هيحصل له اكتيفيشن، وبالتالي كان هيدي لي الانكيورد او امبولمرايزد كومبوزيت، وبالتالي ده كان هيأثر لي على الميكانيكال والفيزيكال ومايكروليكج للريستوريشن بتاعي. طيب فاحنا بنفضل عاده في الدايركت والاندايركت ريستوريشن، عاده بنفضل اللايت اكتيفيشن اوفر الكيميكال اكتيفيشن، وده ليه؟ لان اللايت كان بيوفر لي انفينيتيف وركينج تايم. ليه احنا بنفضل اللايت اكتيفيشن اوفر الكيميكال اكتيفيشن؟ لان اللايت كان بيوفر لي عندي وقت كافي ان انا اقدر اعمل فيه ابلكيشن للكومبوزيت، واعمل فيه الاناتومي بتاعي، واحط لير باي لير براحتي، وفي الاخر باجي بعمل باللايت ديفايس على الريستوريشن بتاعتي ويحصل لها كيورنج عادي خالص، فكان بيديني وركينج تايم كبير اقدر استخدمه وقت ما انا عاوزه، واعمل له سيتنج وقت ما انا عاوزه، فكان بيديني infinite working time و command setting reaction. فكان انا وقت ما انا عاوز اعمل له setting او اعمل له curing كنت بعمل له setting او curing باللايف، والسيتنج بتاعه ما كانش بياخد ثواني ويحصل له curing efficient.
طيب تاني حاجة ان هو كان بيجي في سنجل بيست او وان بيست، انا ما كنتش ببقى في الحالة ديت مضطرة ان انا اجيب تو بيست واخلطهم على بعضهم بايديا، فلما بخلطهم على بعضهم بايديا كان في تشانس، ممكن يبقى في تشانس ان يدخل في الميكسنج بتاعي ده بروزيتي او اير بابلز، فبالتالي ده بيأثر لي برضو على الميكانيكال بروبرتيز، وبالتالي وكمان في الانتيريور احنا عارفين ان البروزيتي بتأثر لي على الايثاتيك لانها بتعمل لي سكاترينج. فالسنجل بيست ده اليمينيت الهيومن فاريبل ميكسينج وما بيخليش فيه اي اير بابلز انكوربريتد، وبالتالي بيقلل لي البروزيتي. كمان ان انا عندي الكامفور كينون كان عنده كولر استابيليتي اللي هو الانيشيوتر والكونيشيوتر الموجود في اللايت اكتيفيشن سيستم، كان بيبقى عنده كولر استابيليتي اعلى من التيرشري امين اللي كان موجود في الكيميكالي كيورد سيستم. طيب البوليمرايزيشن بتاعتي ممكن يحصل لها انهبيشن بالهيدروكينون، عشان كده انا بستخدمه في كانهبيتور في الكومبوزيشن بتاعي، وده علشان يعمل لي ايه، يمنع لي حاجه اسمها السيلف بوليمرايزيشن او البريماتور بوليمرايزيشن، يعني ممكن ان الكومبوزيت بتاعي او البوندنج ايجنت بتاعي بسبب ان هو مثلا مش محطوط سيلد كويس في البوتل بتاعته، كم او ان هو محطوط في مكان معرض لللايت، ممكن في الحالة دي يحصل له بوليمرايزيشن. فالهيدروكينون كان بيمنع لي الهاردنينج بتاع الكومبوزيت ديورنج الاستورج. طيب بس كان مشكلته ان هو كان بيسبب لي ديسكولوريشن. ايه كمان اللي كان بيبقى انهبت البوليمرايزيشن؟ هو الاكسجين والايجينول. المشكله في الاكسجين والايجينول كانت ايه؟ المشكله فيهم ان هم الاكسجين كان عندي حاجه اسمها الاكسجين انهبيتد لاير، ودي شرحناها الترم اللي فات، ان احنا كان بيبقى لما بحط لاير باي لاير لاير باي لاير لاير باي لاير في الاخر اخر لاير في معرضة للأكسجين ما كانش بيحصل لها كورينج افيشنت، فبالتالي كنا بنحط عليها اوكسي جارد او بنحط عليها الماتريكس لو كان انتيريور، علشان في الحالة دي تعمل لي ايه، كانت بتعمل لي انهبيشن للأكسجين انهبيتد لاير، او كان بتمنع لي الأكسجين انهبيتد لاير. طيب الايجينول ما كناش بنقدر نستخدم الزنك اوكسيد الايجينول كبيز او كسيمنت للكومبوزيت ريستوريشن، وده علشان ان الايجينول انهبيتنج للبوليمرايزيشن. طيب ازاي بقى لو انا عندي بوليمرايزيشن في الكومبوزيت بيحصل له بوليمرايزيشن شرينكج؟ ازاي ان انا اقلل البوليمرايزيشن شرينكج؟ احنا بنستخدم انكريمنت باي انكريمنت بي اوبليك تكنيك بالشكل ده، وان انا ممكن استخدم ان دايركت ريستوريشن اللي هي اساسا حصل لها كيورنج وحصل لها كومبليتلي بوليمرايزد اوت سايد طبعا الايه البيشنت او سايد تو ستراكشر. ثاني حاجه ان انا اتاكد من ان انا عندي انتمت كونتاكت او سترونج بوند بتوين الكومبوزيت والتوث ستراكشر. طيب لو انا عندي ان بوليمرايزد او ان كيورد كومبوزيت كان ايه اللي ممكن يحصل لي؟ طبعا زي ما احنا قلنا ان هو بيأثر لي على الميكانيكال بروبرتيز، الكالر ستابيليتي، المايكرو ليكج بقى عامه بكل مشاكله، هايبر سنسيتيفيتي والستيننج او الديسكولاريشن والاي سكندري كيرز. طيب احنا عمالين كنا بنقول كده دي عندي حاجه اسمها الدبث اوف كيور، عشان تعرفوها يعني ايه الدبث اوف كيور، يعني قد ايه او قد ايه التكنس اللي بيقدر ان اللايت ده بينتريت الثكنس ده ويقدر يوصل للبيز بتاعت الثكنس ده، بحيث ان البوتوم لاير يوصل لها سفشنت لايت. قد ايه بقى من الثكنس اللي احنا كنا بنقدر نستخدمه علشان احصل على adequate depth of cure و adequate polymerized، بحيث ان اللاير البوتوم ديت تبقى polymerized adequately زيها زي الابر لاير؟ كان 2 ملم. والديجري اوف كونفرجن لو حد فيكم قراها، الديجري اوف كونفرجن هو قد ايه من المونيمرز اللي موجوده عندي في الريستوريشن بتاعتي اتحول ودخل التفاعل بتاعي وكون لي بوليمر تشينز، يعني اتحول من الدبل بوند اللي عندي بين توين الكربون كربون دبل بوند اتحولت عندي للسنجل بوند. قد ايه بقى؟ قد ايه
كل ده 65%، هنا 65% في السيرفس او الاوتر سيرفس او السوبرفيشال سيرفس، لان هو اكتر واحد معرض لللايت. لو جينا بقى نزلنا تاني عند 2 ملم نوصل لعند 45%، يعني هنا توصل 45% من المونومرز اتحولت لبوليمرز. هنا بقى عند الفور مليمتر بتتحول عندي ل 15%، فبالتالي انا عندي مشكلة في الديجري اوف كونفرجن. هنا المونومرز ما اتحولتش لبوليمرز، ففي ان بوليمرايزد كومبوست. طيب علشان اتجنب الان بوليمرايزد كومبوزيت، احنا قلنا انكريمنت باي انكريمنت. مش بس كده، انا كمان عندي دايركت اللايت، لازم اللايت بتاعي يبقى دايركت على الريستوريشن بتاعتي، علشان اللايت لو مش دايركت في الحاله ديت البنتريشن او كميه اللايت اوت بوت اللي بتطلع من الجهاز هتبقى قليله جدا توصل للايه للريستوريشن بتاعتي. وان انا استخدم ديوال كيورد كومبوزيت في حاله انه عندي ديبث اوف كيور بتاعي كبير، لو انا عندي مثلا الجافيتي بتاعتي واصله للجدر في الحاله دي انا استخدم ديوال فيول. دلوقتي احنا عندنا حاجه اسمها البالك فيل كومبوزيت، والبالك فيل كومبوزيت دلوقتي بيستخدم في ديبث اوف كيور 4 ملم او 5 ملم، علشان يوفر لي التايم كونسيومنج لنتيجه الانكريمنتال تكنيك. الانكريمنتال تكنيك لير باي لير ده كان بياخد وقت طويل جدا جدا، عشان يقللوا الوقت ده عملوا حاجه اسمها البالك في الكومبوزيت، بقدر ادخله او احطه في الريستوريشن ب 5 ملم او 4 ملم، وكان بيحصل له بوليمرايزيشن نتيجه الترانسلوسنسي بتاعته. طيب زي ما احنا قلنا الانديكيشن بتاع الكومبوزيت، احنا قلنا اقدر استخدمها في كل الكلاسز اللي عندي 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6. تمام. تاني حاجة أقدر أستخدمها علشان أغير شكل السنة، لو أنا عندي بيك شيب مثلا لاترال، أو عندي دايستما، أو عندي سمول سايز أنتيريور تيس، أقدر أغير شكلها كمان كإثاتيكالي ريستوريشن. أقدر أستخدمها كفينير ريستوريشن على الديسكالر توث، أقدر أستخدمها في البيتس أند فيشر سيلنت. الفيشر البيتس والفيشر هي الموست سسبتبل أريز للكيرز، علشان أقدر أمنع إن الكيرز يحصل في الأماكن دي. كنا بنحط هنا في البيتس أند فيشر حاجة تمنع الكيرز انه يدخل اساسا، او انه البكتيريا تبدا تعمل لي كيرز في المنطقه دي، وهي كانت البيست فيشر سين. بعمل سيلينج للمنطقه دي، بقفلها بحيث ان البكتيريا ما تدخلش فيها. تاني حاجه ممكن اعمل سيمنتيشن لاي ان دايركت ريستريشن، ودو هتاخدوها في السيمنس ان شاء الله، يعني ان هو بيستخدم كالوتنج ووندنج ايجنت. كمان اقدر اعمل لها سبلنتنج للبوندنج اورثودونتك براكتس اللي هي بتاعه التقويم، واقدر استخدمها ككور بيلد اب ماتيريال زي مخدة. دي كلاس 3. كلاس 3 اللي هي البروكسيمال انتيريور تيس، وده كلاس 4 اللي هي الانسايزال اي جي بتاعه الانتيريور تيس. كلاس 5 انتيريور بوستيريور سيرفيكال ثيرد، والفينير اللي هو كان بيبقى على الليبيا سيرفيس كله. الكونترا اندكيشن بتاع الكومبوزيت، لو انا عندي بيشنت جاي بباد اورال هايجين، الكومبوزيت ما ينفعش في الباد اورال هايجين، وخاصة كمان الناس اللي عندها بروكسيزم. البروكسيزم هي الجز على السنان، او ان واحد بيجز على سنانه لدرجة ان السنان كلها متاكلة. ليه؟ لان الكومبوزيت ده بوليمر سهل جدا 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 يحصل وير، فبالتالي انا ما اقدرش استخدمه مع الناس اللي عندها بروكسيزم او الاوكلوزر فورسز بتاعتها عندها عاليه. تاني حاجه انا ما اقدرش استخدمه في الاطفال مثلا، او الهانديكابد، او اي حد اقدر عندي ديفيكولت في الايزوليشن. ليه؟ لان هو زي ما احنا قلنا تكنيك سنسيتيف، والميتشر عندي بتسبب لي فيلير للبوندنج بتاعه. طيب احنا الاسئله دي خدناها في الاديجن، بس هنراجع معاكم عليها تاني علشان نفتكر الاديجن مع بعض. الاديجن بيقول لي هنا discuss الميكانيزم of bonding composite restorative material to tooth structure. احنا قلنا اول حاجه بنعمل ايه، بنعمل cleaning للtooth structure بتاعتي، بعد كده بعمل isolation، بعد كده بعمل
ابلكيشن للايتش بتاعي لمده 15 ثانيه، او على حسب طبعا الايه الايتشنج سيستم او البوندنج سيستم اللي انت بتستخدمه. لو هنا هيستخدم مثلا، هنا واضح من الصوره ان هو هيستخدم الايه السلكتيف اتش زائد السيلف ايتشنج تكنيك بوندنج سيستم، فبالتالي انا هيعمل 15 ثانيه على الانامل بس، بعد كده يعمل لها رينزنج رينزنج ودراينج، وبعد كده يعمل البوندنج ايجنت على الانامل والدنتين. بس البوندنج ايجنت اللي هيستخدمه كان سيلف اتشنج تكنيك او يونيفرسال اتش او يونيفرسال بوند. فبعد كده هتعمل لي البوند بتاعتي، وبعد كده هنعمل الكيورنج، بنعمل لها ثيننج الاول بالبوند بتاعي عشان تديني ثين لير من البوند، واتاكد ان هي واعمل لها اجيتيشن كويس جدا عشان اتاكد ان هي دخلت لكل الدنتال انتيبيوز بتاعتي وان هي كفرد الايه الاريا اللي انا عاوزاها. بعد كده بعمل لها لايك كيورنج لمده 20 ثانيه، بعد كده بعمل ابلكيشن للكومبوزيت بتاعي برضو لمده 20 ثانيه انكرمنت باي انكرمنت، كل انكرمنت 20 ثانيه 2 مليمتر بس في الانكرمنت. وبعد كده في الاخر خالص بعمل ايه الفينيشنج والبولشنج، ولو ممكن استخدم كمان كالاوكسيجارد كاكسجين انهبيتد لاير عشان يمنع لي بريفنت الاكسجين انهبيتد لاير، زي ما احنا ده اللي انت عارفينه اللي هو انواع الاتشنج او الايه البوندنج سيستم. طيب اند ايدنتيفاي ذا بروسيدجر، البروسيدجر اللي انا عندي هنا الاسيد اتشنج. طيب الافكت بتاعت الاسيد اتشنج على التوس ستراكشر، لو على الانامل بس احنا قلنا ان هي بتستخدم على الانامل بس علشان تعمل لي اربع حاجات. اول حاجه ان هي بتديني الريجولاريتيز علشان تعمل لي ايه الريجولاريتيز دي، الريجولاريتيز دي كانت بتعمل لي الميكانيكال انترلوكينج. تاني حاجه كان بتعمل لي بتزود لي السيرفيس انرجي بتاعه الانامل، وبتديني كلين سيرفيس وبتزود لي السيرفيس اريا. طب وعلى الدنتين، على الدنتين برضو كانت بتعمل لي الريجولاريتيز، والريجولاريتيز دي برضو كان بتعمل لي ميكانيكال انترلوكينج مع البوندنج ستراكشر. وتاني حاجه تاني حاجة كان بتبقى ريموف بارشر او كومبليتلي السمير لير، وده اللي كان بيحسن من البنتريشن بتاعت البوندنج ايجنت. واخر حاجة عندي ان هي كانت من المشكلة بقى فيها ان هي كانت بتقلل لي السيرفس انرجي بتاعت الدنتين، فبالتالي احنا كنا لازم نعمل الخطوة اللي بعديها وهي اضافة البرايمر علشان يرفع لي تاني من السيرفس انرجي بتاعت الدنتين. وبعد كده بنحط الايه البوندنج ايجنت بتاعه عشان يعمل لي الميكانيكال انترلوكينج والهايبريد لاير مع الدنتين الهايبريد لاير مع الدنتين، وكان بيعمل لي ميكانيكال انترلوكينج مع الانامل. طيب احنا عندي احنا قلنا ان البرايمر ده كان بيبقى عنده تو فانكشنال، او البوند بقى برايمر والبرايمر والبوند اللي هو السيستم اللي موجود عندي في تو ستيب سيستم اللي هو البوندنج ايجنت اللي فيه البرايمر والبوند. يا اما بستخدم البرايمر وبعد كده استخدم البوند، والبرايمر بس بيستخدم مع الدنتين، الدكاتره ما بيستخدمش مع الانامل. طيب او بنستخدم الايه البوتل لوحديها اللي فيها برايمر وبوندنج ايجنت مع بعض. وقلنا ساعتها ان انا كان بيبقى عندي تو جروبز، واحده هيدروفيلك وواحده هيدروفوبيك. الهيدروفيلك كانت هتمسك في الدنتين، والهيدروفوبيك كانت هتمسك في الايه في الريستوراتيف ماتيريال. طيب بيقول لي هنا ان سيلكتنج كومبوزيت فور بليسنج كلاس 2 ريستوريشن، انا عندي كلاس 2 ريستوريشن. الادفانتج بتاعت لايك كيورد كومبوزيت زي ما احنا ما قلنا اكسبندنج الوركينج تايم وكوماند سيتنج تايم وسيتنج اونلي ان 1 سكند، و اليمينيت الهيومن فاريبلز نو اير بابلز انكوربريتد، وبيقلل لي الانترنال بروزيتي وبالتالي بيديني كولر ستابيليتي. طيب ايه الطيب من بتاع الكومبوزيت اللي هو ريكومندد، انتوا تحفظوها كده. دي انا عندي حاجتين دلوقتي، احنا اكتر حاجتين هما اللي بنستخدمهم في الماركت.
صحيح هو موجود عندكم مثلا، مثلا يجي يقول لي ان المايكروفاين علشان هو بيديني البولشنج بتاعته، افيشنس عنده كويسه جدا والاثيتيكال كويسه جدا، ترانسوسنس عاليه، بس هو عنده مشاكل كتيره جدا في الكالر ستابيلتي والميكانيكال بروبرتيز. كنت بس بستخدمه في انتيريو، بس دلوقتي حاليا في الايام دي احنا بنستخدم حاجتين بس، يا اما نانو فيلد كومبوزيت انتيريور وبوستيريور، او ان انا بستخدم النانو فيلد انتيريور والمايكرو هايبريد بوستيريور مع كمان النانو هايبريد بوستيريور. فالنانو فيلد عامة، عامة النانو فيلد هيبقى انتيريور، وممكن استخدم كنانو فيلد برضه بوستيريور، او ان انا استخدم مايكرو هايبريد بوستيريور او نانو هايبريد بوستيريور. تمام، فانا عندي دلوقتي نوع الكومبوزيت اللي هستخدمه في الحالة ديت في البوستيريور ريستوريشن في كلاس 2 اللي هو المايكرو هايبريد. طيب ايه الميكانيزم اوف بوندنج؟ الميكانيزم اوف بوندنج زي ما احنا عارفين اللي هو الميكانيكال انترلوكينج او مايكرو ميكانيكال. بيقول لي هنا الكلينيشن دازنت ريكومند يوزنج زنك اوكسيد انجينول از ا بيز، لان طبعا الايه زنك اوكسيد انجينول، الايجينول فيه الايجينول كان بيعمل لي انهبيت للبوليمرايزيشن بتاع الكومبوزيت ريستوريشن. طيب هنا ان سيلكتنج كومبوزيت فور بليتنج كلاس 4 ريستوريشن، ايه هي التايب بتاعت الكومبوزيت كوماند؟ ممكن اقول في الحاله ديت المايكروفاين، بس احنا دلوقتي حاليا ما بنستخدمش مايكروفاين عشان عيوبه اكتر من مميزاته. هو كانت مميزاته بس ان هو اثيتيكالي كويس وكان بيديني بوشابيلتي عاليه، لكن هو عنده كلر سترينث، كلر ستابيليتي قليله جدا جدا جدا، وكان بيحصل له ترسوربشن ومايكرو ليكج عالي، وكان كمان عنده له ميكانيكال بروبرتيز. فدلوقتي ممكن نقول ايه نوع الكومبوزيت اللي بيستخدمه في كلاس 4، في كلاس 4 او اي انتيريور ريستوريشن؟ النانو فيلد. وممكن في ناس بتستخدم النانو هايبريد، بس عامه النانو هايبريد والمايكرو هايبريد دلوقتي بنستخدمهم بستيجولي مينلي. يعني منشن انسيرشر تكنيك، انا دلوقتي جايبه لك صوره وانا بوضح فيها ان احنا عندنا هنا ايزوليشن، وبحط انكريمنت من الكومبوزيت واعمل لها ادابتيشن. فبالتالي التكنيك اللي قدامك هنا ده دايركت. لو انا ما جبتش الصوره دي ففي الحاله دي ممكن تقول لي الاثنين صح، فالدايركت او الانتر. والادفانتج اوف لايك فيورد، واحنا قلنا الجواب بتاع السؤال ده. طيب هنا برضو في كلاس 4 بقى بيقول لي is there reason to expect that the color of the large class 4 station will be more stable when a light cured composite is used instead of self cured composite. وده بسبب ايه؟ بسبب ان انا عندي one paste، وبالتالي اول حاجه مش هيبقى فيه variable mixing، وبالتالي مش هيبقى فيه porosity، internal porosity او الاير انكوربريشن، كان هيعمل لي زي ما احنا ما عارفين ووتر سوربشن، وبالتالي هيعمل لي ايه ديسكولوريشن والكلر انستابيليتي. تاني حاجه الكمفورت كينون اللي انا بستخدمه كانيشيتور في لايك كيور سيستم بيبقى عنده استابيليتي اعلى شويه، هو كده كده برضه كان بيحصل له كلرنس عادي، وهو اساسا يلوش كلر، بس هو عنده استابيليتي اعلى شويه من الايه من التيرشري امين اللي هو كان سيلف كيور. What are the enhanced properties of the micro hybrid composites that make it the material of choice؟ هو هنا احنا بنستخدم النانو فيلد مش المايكرو هايبر. المايكرو هايبر زي ما احنا قلنا نستخدمه ايه كبوستيريورلي، يبقى البروبرتيز بتاعت النانو فيلد كومبوزيت، النانو فيلد كان بيبقى اول حاجه عنده فيها ميكانيكال بروبرتيز كويسه، تاني حاجه البوشابيليتي بتاعته او البولشنج والفينشنج بتاعه كان كويس جدا جدا، تالت حاجه الوير ريزيستنس بتاعه عالي، وكان بيبقى مينتين او مينتين البولش سيرفيس، تالت حاجه ان هو عنده مور كلر ستابيليتي وليس ووتر زوربشن. طيب ال patient examination reveals cervical recurrent caries class 5. What are the possible restoration؟ possible restoration هنا هتاخدوها برضو في السمانتس، ان انا ممكن احط له reason modified class انمر
او جلوسانمر كونفنشن عادي، بس احنا عامه بنستخدم نيزو موديفايد جلوسانمر. وهنا بقى في الكومبوزيت هنستخدم ايه؟ هنستخدم الفلوبل كومبوزيت. اشمعنى الفلوبل كومبوزيت؟ الفلوبل كومبوزيت يا دكاتره بيوفر لي لو موديولس اوف الاستيسيتي، والمنطقه دي اكتر منطقه عندي بتتعرض لفليكتشر ستريسز. الفليكتشر ستريسز اللي هي البيندنج ستريسز، فلو موديولس اوف الاستيسيتي كان احسن حاجه فيها هو الفلوبل كومبوزيت، لانه عنده له موديس اوف الاستيسيتي، فعنده فلكتابيلتي عاليه وستيفنس قليله، فبالتالي هو يقدر يعمل لي كاونتر اكت للبندنج ستريسز اللي كانت موجوده عندي في الكلاس 5 كافيتيز. What are the critical factor in selection of the restoration؟ ال critical factors عامة هو ال ease of manipulation. هل هي ease ولا مش ease of manipulation؟ احنا قلنا ان هو اي composite restoration هو technique sensitive. تاني حاجة ال insertion بتاعي، هل ان انا لما بحطها انا محتاجة ان انا اعمل direct ولا indirect؟ تالت حاجة اللي هي الريستوريشن دي من حيث الايثيكالي، كمن حيث من حيث الكاركترستيك بتاعتها الميكانيكال كاركترستيك. ف كانت الريستوريشن هنا عندي اول حاجه هي ايز اوف مانيبيليشن. كجلاس انومر عندي ايز اوف مانيبيليشن كويس جدا. بوندنج تو ستراكشر هو كيميكالي بوندنج تو ستراكشر. لو بنتكلم على الجلاس انومر، لو كنا نتكلم على الفلوبل كومبوزيت برضه ايز اوف مانيبيليشن. عندي بالنسبه لي الكاركترستيك الثانيه بتاعته اللي هي البوندنج اللي هي ميكانيكال انترلوكينج. كمان عندي الايثاتيك ريستوريشن، هو عنده كلر ستابيليتي كويسه ويقدر يتحمل لي الفورسز اللي موجوده عندي في الريستوريشنال كلاس 5 ريستوريشن. بالنسبه هنا اللي انا عندي بيت اوف ماتيريال، احنا قلنا هنستخدم الكومبوزيت عادي كور بيت اوف ماتيريال. بيقول لي ليه انا استخدمت هنا ست كور او كور كومبوزيت ماتيريال اللي هي ماتيريال اوف تشويس. احنا ممكن نستخدم عندي ديوال كيور او ام او سيلف كيورد كومبوزيت ككور بيت اوف ماتيريال. طيب ليه بقى؟ ليه؟ لان انا عندي هنا الدبس اوف كيور بتاعي هيبقى كبير جدا جدا جدا، وبالتالي هيقلل لي كميه اللايت بنتريشن ثرو الماتيريال، وبالتالي هيؤدي لي للامبرمرايز كومبوزيت، وبالتالي هيؤدي لي للايه المايكرو ليكج سنسيتيفيتي وريكارنت كيرز وكل الحلوم اللي احنا قلناها من شويه. بيقول لي هنا when small air voids appear on the surface of the self-cured composite، تمام. restoration during the finishing، what are the causative manipulative factor؟ المشكلة هنا ان انا بعمل mixing manually، ان انا بحط الكاتاليست والبيض مع بعضهم بخلطهم على بعض وبعمل الميكسنج بتاعي manually، على عكس بقى الديوكيور. الديوكيور بيجي في سيونج كده زيه زي او كارتليج كده، بتبقى مقسومه لجزئين. الجزء هنا مثلا ماشي فيه الكاتاليست، وماشي هنا مثلا البيز، وبيجمعوا على بعض فيه من خلال السيرنج دي، وبيحصلهم ميكسنج ايه اون بليسمنت. لكن السيلف كيورد كنت انا بعمل الميكسنج بتاعه مانيوالي، فده كان ممكن يحصل لي اير انكوربريشن. هنا بيقول لي when repairing the anterior veneer restoration with a small area of severe marginal leakage, the discolored composite is removed and the deficient area is rebonded with the new material. What is the characteristic of the bond between old cure composite and new؟ الكاركتر هنا في الحالة دي في البوند، هنا أنا بشيل الكومبوزيت القديم كله. هو هنا قال لي لا، انا بتشيل بس الجزء اللي فيه الديفكت وتكملي بقى الباقي. فبالتالي احنا هنا دي اي ريبير للريستوريشن هنا هيبقى البوند اللي انا بعملها على التوس ستراكشر او الجزء اللي فيه التوس ستراكشر ميكانيكال انترلوكينج، ومع الكومبوزيت ريستوريشن هيبقى كيميكالي لانه كومبوزيت مع كومبوزيت. ايه الماتيريال اللي انا بستخدمها في الريبيرنج عامه؟ هو الفلوبل كومبوزيت، تمام. طيب بيقول هنا ان clinical evaluation of 2 year old
composite restoration penetrating المارجنال سكلريشن از نوتد. الفاكتور اللي انت اللي اثرت لك على البوند فيلير الفاكتور اول حاجه اللي انت ما عملتش انكريمنت باي انكريمنت، وبالتالي حصل لي ان انا عملت بالك انكريمنت مره واحده، عملت لها كيورنج مره واحده، فبالتالي حصل لها شرينكج كتير قوي قوي قوي، فبالتالي حصل لي مايكرو ليكج. تاني حاجه هي ان انا ما عملتش اديكوانت كيورنج بالديفايس بتاعتي، ما كانش الكيورنج ديفايس بتاعتي او الانجل بتاعت التب بتاعت الديفايس على الريستريشن بتاعتي اوفر 19 ديجري او 90 ديجري 90 درجه بريبنديكولار على الريستريشن لازما. فانا دلوقتي عملت الانجيوليشن بتاعتي بعيده شويه، او كان الكيورنج تيب بتاعتي اوي فروم السيرفيس بتاعت الريستوريشن، وبالتالي كان بيسبب لي طبعا ايه الامبل مرايز كومبوزيت. كمان ان انت ما عملتش اديكوانت بوندنج ايزوليشن، وما عملتش اديكوانت بوندنج سيستم، فبالتالي كل ده حصل لي في البوندنج فيلير. Polymerizing a large light pure derison compositor station what the manipulated variable can be controlled to improve the depth of cure. زي ما احنا ما قلنا ان light pure system بيبقى over 19 degree مش بعيد، وان ال distance between the curing tip اللي هي ال curing tip دي و ال restoration بتاعتي ما تبقاش كبيرة. تاني حاجة increment by increment، لو قدرت استخدم indirect في الحالة دي اقدر استخدم indirect هيبقى كويس. كمان اتأكد من ان انا عندي adaptation كويس جدا لكل الايه لكل ال increments بتاعت ال composite. Impolymerizing a large like pure composite what manipulation can be controlled from نفس ال لو احنا بصينا على الفاكتورز دي هنلاقي في ايرلي وير وفيلير. ده ليه؟ لان انا ما استخدمتش كومبوزيت كويس. ايه الكومبوزيتس اللي بيحصل له الايرلي وير ده او الوير اللي بالشكل الوحش ده؟ الكومبوزيتس ديت عاده كانت بتبقى الماكرو كومبوزيتس او الايه او المايكروفاين. لو الوير ده كان حصل له ديسكلاريشن زي دي كده اقول مايكروفاين عادي، لكن لو الوير بالشكل ده يبقى عندي ايه الماكرو كومبوزيت او الريجولار فيلرز كومبوزيت، لان الريجولار فيلر كومبوزيت كان بتديني ايه اكسسيف وير، والوير بتاعتي وما بتبقى ما بتعملش نوت ريتين البوسيبلتي. تاني حاجة مسؤولة برضو عن الوير ده ان انا ما عملتش اديكوانت بوندنج. لازم احنا زي ما احنا ما قلنا لازم يبقى عندي انتمت كونتاكت، فانا ما عملتش بوندنج كويس. الفيجر ديت بتبقى شود ذا نقط اوف كومبوزيت ريستوريشن لايك كيورد كومبوزيت ريستوريشن او لايك كيورنج بتاع الريستوريشن which is done to decrease the polymerization shrinkage. عملنا ايه علشان بقلل البولمرايزيشن شرينكج؟ ان انا بعمل حاجه اسمها دايركت كيورنج. تمام. يعني ايه دايركت كيورنج؟ يعني اوفر ان انا بعمل الكيورنج في مالتيبل اكسس او مالتيبل اكسل سيرفيس عشان اقدر ايه تو انشور الادكوانت كيور. الاذر ميثودز تو ديكريز بولمرايزيشن شرينكج ار ان احنا بنستخدم ان دايركت ريستوريشن، وانا بتاكد الانكريمنت باي انكريمنت. وهنا كمان برضو هنا لو ممكن حد يقول لي ايه هي الفيجر دي برضو بتشوف ايه، ان انا بقعد احط انكريمنت باي انكريمنت واعملها كيورنج برضو نفس الحاجه يعني. other methods to decrease polymerization shrinkage زي ما احنا قلنا indirect restoration increment by increment و obtaining a adequate curing system like curing of the composite better than ultraviolet ان هو عنده high depth of cure، وتاني حاجه مش harmful للايه للسكن والاي، وتالت حاجه ان انا عندي تالت حاجه ان انا عندي ال الديفايس بتاعتي ما بيحصل لهاش لو انتنسيتي اوفر ذا تايم. طيب ايدنتيفاي هنا ده اندايركت ريستوريشن جايه في كاست هول. اندايركت ريستوريشن احنا عرفنا الفرق ما بين اللي هي بتبقى موجوده في البيتس اند فيشرز والاونلي اللي هي بتاخد كاست بس،
وفي حاجة اسمها اوفرلاي بتاخد اكتر من الاربعة كاسبس دولت، بتاخد كده الاربعة كاسبس. في بقى الكراون ان انا واخدة الاوكلوزال مع الاكزيال كمان، يعني انا واخدة اوكلوزال مع اكزيال، اكزيال سواء كان بطل لينجوال بروكسيمال اي، ده ابقى سماه في حالة كراون. طيب ال identify ده indirect restoration materials to construct this static restoration، يا اما تبقى composites يا اما تبقى ceramic. ال best type of the cements used for its retention طبعا هي اما تبقى composite cements او self adhesive cements، وده تاخدوها في cements ان شاء الله. Thank you.